الراجل ده كان واقف يثبت في حبيبته ويقول لها كلمتين حلوين، عدت من جنبه مزه جامده ريل عليها طبعا وصح حبيبته وجري. فطبعا هي جابت له المفتش كرومبو عشان يشوفها هي بتخونه وبيخونها ولا لا، فجري وراه قال لها هجيب لك قراره. المهم انه فكر جامد جدا وشاف ايه ان الباب مش بيتفتح، فراح بوظ الكهرباء بتاعته عشان يعرف يدخل. دخل المطعم لقى مين قاعد، لقى حبيبها ولقى المزه الجامده الشرشوحه دي، راحت رميه له كده سل في الارض عشان ما يعرفش يعدي. قال لها على مين ده، انا مفتش كرومبو. وراح ماشي على عصايتين خشب كده وعرف يعدي. راح الاسانسير كانوا بوظوه قبل ما يخشوا، طبعا هيعمل ايه، راح بالشكرتون كده الحلو ده وراح ايه، راح عازل سلوك الكهرباء وعرف يطلع لهم على طول. طلع بقى لقاها بتحط له قطره في عينه، قال ان هو بقى عارف ان هي اصلا من فامباير ومصاصين الدماء وبتاع، قال يكشفها ازاي، يرمي لها البصل لضيف وشها، فراحت ايه اتحولت لفامباير بقى ومصاصين دماء. اخر هو راح صوت وقال الحقوني ولطم على وشه، راح المفتش كرومبو زق له بجردل الميه في وشه، جريت هي عليه عشان تعضه من كتفه، راح المفتش كرومبو زق حته اللحمه دي قرفت منها خالص وراحت متحوله خفاش وراحت ماشيه. قال والله ما انا سايبها، وراح ايه يجري وراها عشان يشوف هي راحت فين بنت الجزمه دي، ايه عايزه تزقله بجردل الزباله فوق وشه عشان ايه تعميه وتبوظ الدنيا عليه. راح هو طلع منشار كده وشقه نصين وقال والله لا اجيبك يا بنت الكلب يا مصاصه الدماء انتي. لما لقاها واقفه وراه والراجل مش عارف يتحرك، راح مكلم مين، مراته في التليفون. كلم مراته في التليفون، جات لهم من ورا، راحت مديها بالخشبه في ظهرها موتتها. راحت حبيبها عرف قيمتها ورجع تاني وراها قال لها سامحيني.